السلام عليكم. طبعا هسه انا حصل لكم هذا الرقم مال 122 اللي هو خصصته الدولة للحالات الطارئة، والخط الاحمر مال حالات الكورونا. فهسه هنتصل عليهم بس حتى نجربهم ونشوف شو يقولون هم. يقولون انه اكو حالة ونحب نعرف يعني شو نسوي احنا. ألو، السلام عليكم، شلونك؟ يعني لا أنا أبي حبيبي. ربي يسلمك. عفوا، الخط مال وزارة الصحة؟ عن؟ الخط مال وزارة الصحة؟ تفضل أخوي. عفوا، عندنا حالة مال كورونا، شو نسوي احنا؟ حبيبي أخوي، حط السيارة وخذ المستشفى. يعني ما تقدرون تجون تستلمون من عندنا أو شيء؟ لا حبيبي، ما عندنا تعليمات من السلمة، ما عندنا يعني هاي الأدوات مال نقل هاي الحالات ما عندنا. فانت الاقرب مستشفى ودي يا حبيبي. وزين، خافين انا عادي او شيء يعني، بس حتى شو تسوي؟ انا شو تسوي يا حبيبي؟ والله ما عندنا، احنا لو عندنا كادر كان زينا. ربي يخليك، اشكرك. انا نقول لك ربي يسلمك.